السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأحسن حال. موضوع النهاردة التهاب البربخ. ايه هو البربخ؟ اولا ايه هو البربخ ده؟ البربخ عبارة عن عضو تناسلي ملاصق للخصية، زي ما انتم شايفين كده النقط البيضة دي، هو ده البربخ، ملاصق تماما للخصية ومتوصل في نهايته بحاجة اسمها داكتس ديفرنس او فاز ديفرنس. بيتكون المني في الخصية وبعدين يتنقل يروح على البربخ وبعدين يتنقل من البربخ على الفاز ديفرنس. يعني ملخصا، البربخ ده عضو مجاور للخصية بيشتغل كمخزن للحيوانات المنوية وبينقلها الى الفاز ديفرنس. طيب ما هو التهاب البربخ؟ هو احتقان وتورم البربخ نتيجة عدوى، غالبا زي في حالات السيلان والكلاميديا. أسباب التهاب البربخ: هو عدوى جنسية بتتنقل نتيجة الممارسة الجنسية، غالبا بيحصل العدوى وبتتنقل من القضيب والحالب إلى البربخ، وأهم سببين هم الجونورية والكلاميديا. الأعراض: ألم شديد في منطقة الخصية والكيس مع سخونة وحمى في هذه المنطقة، وممكن تكون حمى عامة في الجسم كله، وبالفحص بنلاقي فيه ورم الخصية وفيها تندرنس، يعني متحسسة عند اللمس بتؤلم، مع احمرار حوالين منطقة الخصية. الأعراض في الغالب بتكون في جهة واحدة، وزي ما قلت هما ثلاث أعراض أساسيين، بس في غيرهم: ورم وألم وسخونة في المنطقة. التلات أعراض دي ممكن يكون في أعراض أخرى زي حرقان عند التبول وحرقان عند الجماع عند القصف. ألم شديد في الخصية ده معناه حاجة من اتنين: يا إبيديدمايتس اللي هو التهاب البربخ، يا تستيكولار تورشن اللي هو التواء الخصية. طب نفرق بين الاتنين إزاي؟ بنعمل فحص بسيط جدا، وهو ان احنا بنرفع الخصية لفوق باليد وبنلاحظ الالم يا ترى بيزول ولا بيستمر. لو الالم بيزول يبقى ده التهاب البربخ، لو الالم مستمر زي ما هو يبقى ده تستيكولار تورش. التشخيص: بنعمل الترا ساوند موجات صوتية دوبلر ملون على الخصية، وعشان نأكد العدوى بالجونورية وكده بنعمل مسحة من الحالب، بناخدها من القضيب، وممكن برضو نعمل مزرعة وحساسية للبول عشان نحدد المضاد الحيوي المناسب. نيجي بعد كده للعلاج. أساسا العلاج هو مضاد حيوي، مضاد بكتيري، يا إما على هيئة حبوب وكبسولات زي الأوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين والدوكسيسيكلين، أو حقن، الحقنة المشهورة اللي هي سيفرياكزون، والجرعة بتاعتها بتتحدد حسب جسم الإنسان وعمره. ده العلاج الدوائي المضاد الحيوي. طبعا في العلاج الثاني عشان يريح الألم، وهو ان احنا ناخد او يستخدم المريض رافع للخصية، في اكياس خاصة كده بترفع الخصية لفوق، لان احنا قلنا في الاختبار ايه، التهاب البربخ بيتحسن برفع الخصية. وفي اجراءات تانية ممكن تعملها عشان تخفف الألم، منها ان انت تحط نفسك في وضع مريح، ممكن تحط مخدة ولا حاجة تحتيك وانت نايم بترفع منطقة الخصية شوية، وممكن تستخدم كمادات باردة، وممكن تقعد في حمام ماء ساخن، كل دول بيريحوا.